أهلا بكم. في الأول من تشرين أول من العام 2019 خرج الشعب العراقي على اختلاف شرائحه منتفضا ورافعا شعار نريد وطن، بعد إصرار القوى السياسية المتنفذة والمدعومة من الخارج على مسار إضاعة العراق واختزال شعبه في مكونات شيعة وسنة وكرد وبقية الطوائف العراقية، وإصرار هذه القوى على سلب ثروات الشعب العراقي وخيراته. أفقد شعار التظاهرات نريد وطن قوى العملية السياسية وميليشياتها عقوله، فلجأوا إلى العنف المفرط منذ اليوم الأول لانطلاقة هذه الثورة في محاولة محمومة لإخمادها وخنقها، فكانت حصيلة هذا العنف الحكومي المفرط نحو 1000 شهيد وألاف الجرحى والمعتقلين والمخطوفين من الناشطين والمتظاهرين. مغزى ودلالات شعار نريد وطن لثورة تشرين هو ما سنبحثه في حلقة الليلة من برنامج طاولة حوار، وسنطرح فيها الأسئلة التالية: لماذا رفع متظاهرو العراق شعار نريد وطن منذ بداية ثورتهم ضد العملية السياسية وقواها الفاسدة وميليشياتها؟ وما مغزى ودلالات هذا الشعار الوطنية، دلالات الوطنية وإصرار ثوار تشرين على التمسك به حتى اللحظة؟ ولماذا شعرت قوى العملية السياسية وتشعر وميليشياتها بالخوف والذعر من رفع ثوار تشرين شعار نريد وطن؟ وهل فعلا كان شعار نريد وطن هو شهادة الوفاة للشحني والنهج الطائفي الذي تصاعد بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 كما يقول المتظاهرون؟ وما هو الوطن الذي يريده ثوار تشرين ومن ورائهم الشعب العراقي كله والمعبر عنه بشعار الثورة نريد وطن؟ ضيوف الطاولة: رافع الفلاحي، عبد الحميد العاني، عادل علي. سنون مقفرات عاشها العراقيون لأكثر من عقد ونصف جعلتهم يرفعون بكل حرقة وعطش شعار نريد وطنا. هذا الشعار الذي تدور حوله أهداف ثورة تشرين ومطالبها، شعار يرفعه المتظاهرون كاليتامى الذين فقدوا أباهم وصاروا يبحثون عنه في ركام الغزو والأحزاب. لعقد ونصف سلبوا كل شيء ولم يترك لهم من عراقهم سوى ما هو مدون على أوراقهم الثبوتية، وحتى هذه حرم الكثير منها. في دول كثيرة شهدت ثورات مختلفة رفع المتظاهرون شعارات إسقاط النظام وإصلاح التعليم وتحسين الاقتصاد وغيرها، لكن في العراق تختصر كل المطالب بشعار نريد وطناً. وإن كشف ذلك عن شيء فإنه يكشف عن حجم الفقدان الذي يعاني منه العراقيون منذ الغزو الأمريكي وحتى هذه اللحظة. أما الوطن الذي يبحث عنه العراقيون ويمثله الشعار المرفوع بالتظاهرات، فهو يعني إصرارهم على الوحدة الجغرافية للعراق ومشاركة جميع فئات الشعب في إدارة شؤون بلادهم ضمن نظام سياسي مبني على أسس وطنية له استقلاليته بالقرارات الداخلية والخارجية، ويحقق العدالة لجميع المحافظات التي تختاره ديمقراطياً وبإرادة حرة دون قمع أو ترهيب. الوطن المنشود في ثورة تشرين هو البلد الخالي من المعتقلات والميليشيات والسلاح المنفلت، كذلك الوطن الخالي من الفساد والسرقة والاختلاس، خيراته ومقدراته لأبنائه لا جوع ولا تسول. إنها ليست أمانية بعيدة ولا أحلام مدينة فاضلة، بل هي الحقيقة التي بدأت تتجلى في ثورة جسدت كل معاني حب الوطن والتعاون والإيثار، وتغلبت على مؤامرات الأحزاب وتحدت قمع الميليشيات، ولم يعد بينها وبين شاطئ الأمان إلا جسر من الصبر والمثابرة. أهلا بكم مشاهدين الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي ستبحث في مغزى ودلالات الدلالات الوطنية لشعار نريد وطن الذي رفعه المتظاهرون
في ثورة تشرين منذ انطلاقتها وما زالوا متمسكين به. ضيوف طاولة الدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، والدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين في العراق، وسيكون معنا عبر الهاتف من بغداد الناشط في التظاهرات الأستاذ عادل علي. مرحبا بالضيوف الكرام جميعا. مرحبا، حياكم الله. دكتور رافع، المتظاهرون رفعوا منذ البداية شعار نريد وطن، ولا زال هذا الشعار مرفوعا، هناك إصرار على هذا الشعار وهناك تأكيد على هذا الشعار. لماذا هذا الشعار؟ ما الذي يعنيه هذا الشعار؟ عفوا، بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أستاذ ماجد، دعني أبدأ من يعني هناك دعني أقول هكذا، هناك عوامل معينة تؤدي إلى تكوين الرأي العام في أي بلد في أي مجتمع. من ضمن هذه العوامل المهمة سياسات البلد، ثقافة البلد، التعليم، كل هذه الأشياء تجتمع ثقافة المجتمع وبالتالي تؤدي إلى تكوين رأي عام كامل يعني ينغرس في المجتمع ويتبناه المجتمع ويتبناه الشعب بشكل عام. في العراق الطالب عندما يدخل إلى المدرسة من الصف الأول ابتدائي والثاني ابتدائي، عندما يزداد وعيه يقرأ عن العراق، يقرأ أنه هذا البلد بلد جغرافيته هكذا، ثرواته هكذا، بلد زراعي، بلد بصناعة، بنهضة، من أغنى البلدان، سيادته كذا، تاريخه كذا، حضارته 8000 9000 سنة في عمق التاريخ، كل هذه الأمور يقرأها والمجتمع يحدثه بهذه القضايا، والحكومات المتعاقبة حتى وإن كانت عميلة لا تستطيع أن تتحدث إلا بهذا الشكل. حتى بعد 2003 كانت تتحدث عن بلد بهذا الشكل. الطالب والمواطن والمجتمع كله يعرف هذه الثقافة، تكون عنده رأي عام أن هناك وطن اسمه العراق، وهذا العراق بثروات، بخيرات، بزراعة وبصناعة وبتعليم وبعقول كبيرة وبكل هذه، وبسيادة واستقلال وكل هذه المواضيع. عندما قارن ذلك بالواقع بعد هذه 17 سنة كان يقارن المواطن، لا يجد كل هذا تأثير على البلد من أغنى بلدان الدنيا، هو يجد أن البلد يعني حاله يرثى له، حال بائس جدا، حال المواطن بائس جدا. هذه الثروات لهذا البلد اللي تحدث كتب التاريخ وكتب الجغرافيا والسياسة تحدث أنه، والاقتصاد تحدث أنه من أغنى بلدان الدنيا، لكن مواطنه من أفقر الشعوب، شعبه من أفقر الشعوب، ثرواته غير موجودة، زراعة ما بي، صناعة ما بي، استقلاله غير موجود، سيادته غير موجودة. كل هذه العوامل تحدث عنها كتب التاريخ والمجتمع هذه تكون الرأي العام غير موجودة. فبالتالي خرج المواطن إلى الشارع يطالب بهذا الوطن المرسوم في باله، اللي شكل الرأي العام، اللي شكل ثقافته، اللي شكل وعيه. هذه الصورة الجميلة عن هذا الوطن اللي هو يعيش به غير موجودة، أراد أن يستردها. والذي عاش فيه هو وأجداده، نعم، وآباؤه، نعم، وقرأ عن حضارته، نعم، وتاريخه، نعم، لكن عندما نظر إلى الواقع لم يجده، نعم. فبالتالي خرج ليطالب بهذا الوطن الذي يعرفه، الذي قرأ عنه، اللي أجداده وآباؤه وكلهم حدثوه عنه، لم يجده، خرج يطالب بهذا الوطن، الوطن اللي باستقلال وسيادة وبثروات وشعبه مترفه وشعبه مثقف وموفور الصحة وموفور العافية وموفور القوة وموفور الثروات وله احترامه في العالم، واللي مواطنين ما يهربون من عنده ويرمون نفسهم بالبحار شبابه ويذهبون ضحية الهجرة إلى الخارج، اللي بمواطنيه يحنون إليه ويعرفوه ويكتبون عنه أجمل القصائد ويكتبون عنه أجمل المقالات، وإذا بالبلد كله دماء وخراب وميليشيات وقتل وذبح ومطية للآخرين، إذا هذا البلد مفقود، وقوى أجنبية تتحكم به وتتصارع على أرضه، إذا هذا البلد مفقود. هذا الوطن اللي هو يعتقد موجود واللي قرأ عنه واللي تاريخه ومجتمعه قال له هذا موجود غير موجود، عليه أن يسترده. من هنا جاءت هذه التسمية نريد وطن. نعم، خرجوا الناس عرفوا أن الوطن غير موجود، الوطن هذا نعم الأرض موجودة لكنها مستباحة، نعم الثروات موجودة لكنها للغير، نعم شعب
ممكن أن يكون مثقف وأرقى أرقى أرقى شعوب الدنيا، لكن لا أحد يعطيه فرصة لثقافته للتعبير عن ثقافته. سنتحدث للتعبير عن هذا الوطن، ماهية هذا الوطن، ملامح هذا الوطن المعبر عنه بهذا الشعار والذي يريده الثوار وأيضا الشعب العراقي جميعا. دكتور عبد الحميد العانم، يعني هل ثمة اعتقاد راسخ لدى المتظاهرين والمجتمع؟ الآن المتظاهرين هم طليعة الشعب العراقي والمعبر عن معبر عن آلامه وآماله، أنه فعلا لا وطن، لا وطن عنده الآن كما قال دكتور رافع. هم يحيون على هذا الوطن المقصود بالأرض، بالبناء، بالبنى التحتية، لكنه الوطن بالمعنى الوجداني بالمعنى اللائق غير موجود. هذا اعتقاد عند المتظاهرين وعند المجتمع؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد اعتقاد، واعتقاد جازم وليس جديد. يعني يجب هنا أن نذكر بقضية مهمة، أن التظاهرات اليوم هي ليس حدثا طارئا نتيجة مشكلة سياسية طارئة، هي بناء تراكمي لوعي وطني بدأ منذ بداية الاحتلال وواقعه السياسي. نعم، الشيء الجديد في هذه التظاهرات هي شكلها، هي طبيعة تلاحم أبناء الشعب العراقي بهذا الشكل، هي السعة الجغرافية والرقعة الجغرافية التي اتسعت لهذه التظاهرات. هذه أمر. الأمر الآخر، هؤلاء الشعب ولا سيما طليعة الشباب كما قلت أنت الآن قبل قليل، هم يقارنون بين هذا الواقع الذي يعيشونه من مأساة، من كل أنواع المآسي سواء كانت مادية أو معنوية، حريات مفتقدة، منتهكة، أثروات مسلوبة، سياسات خارجية هي التي تسيطر على البلد وتسيره، الأدوات السياسية الموجودة في البلاد مجرد أدوات تنفذ البرامج الخارجية، وعدد ما شئت أن تعدد في هذه الأمور. يقارنون بين هذا الواقع المأساوي وبين المقدرة أو القدرات التي يمتلكها العراق، سواء أشار لها الدكتور قبل قليل، سواء كانت قدرات مادية من ثروات وغيرها أو قدرات بشرية. ومعروف العراق له من أغنى البلاد، خاصة بلاد المنطقة، في كلا الأمرين، ثروات بكل أنواعها وقدرات بشرية نتيجة أيضا تراكمات كبيرة من الخبرة، السنوات كثيرة جدا. لذا هؤلاء الشباب اليوم حينما يثورون ويرفعون هذا الشعار، هم ليسوا في مجتمع منغلق، وإنما اليوم العالم كله مفتوح على بعض، العالم اليوم كله قرية صغيرة كما يقال. هذا الشعب العراقي ولا سيما كما نقول الشباب أيضا نعود، يقارن بين بلد بهذه الإمكانيات وهذا الواقع المأساوي، وبين بلاد أخرى ولا سيما في المحيط، بلاد فقيرة جدا وتعيش في حالات من الاستقرار بكل الجوانب، عديد من الجوانب الأخرى. لذا هو يطالب بوطن يستطيع أن يعيش فيه هذا الشاب، يحقق هذه الأحلام، يحقق هذه الأماني، يحقق هذا الاستقرار، يعيش بأمان وبحرية ويتمتع بهذه الثروات التي نهبت ولم يعطى للشعب، حتى الفتاة لم يعطى له، وإنما أصبحت في جيوب هؤلاء الفاسدين وجيوب أسيادهم من خارج العراق. نعم. عادل علي في بغداد، مرحبا بك معنا، طبعا ناشط التظاهرات. مساء الخير على الجميع وعلى ضيوفك والمستمعين. أهلا وسهلا، مساء النور. هذا الشعار منذ البداية رفعه المتظاهرون، نريد وطن، وما زال هذا الشعار مرفوعا. أنت طبعا أقرب إلى الميادين والساحات، قريب جدا إلى المتظاهرين، كيف يفكر هؤلاء الشباب؟ ما الذي يعني قصدوه بهذا الشعار وتمسكوا به؟ نريد وطن، أين الوطن؟ أين ذهب الوطن؟ يعني الحقيقة لو رجعنا للتاريخ، يعني صوته يرجع علي أعرف. ممكن تضبطون الصوت؟ إيه. إيه، لأنه ماذا عموما تاريخ الإنساني والإنسان كان البدائي، تطور ولا تحول إلى مجتمعات، ولا تطور العقل عقله وإمكانيات قدراته، ولا تطور علاقات اجتماعية والنفسية إلى آخره بدون مكان. هذا المكان بالتالي تكفل الاستقرار. الاستقرار مع الوقت أصبح المكان، والاستقرار هو العلاج، من الأرض مع جغرافية
وصلت الى مكان مواطن هذا المكان. استاذ عادل، احنا الصوت ما يصلنا بشكل سليم، يا ريت لو تغير مكانك عسى ان يعدل الصوت ويصلنا بشكل افضل. يعني هسه تفضل 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 حتى نسمع. صوت واضح؟ خليني اتكلم. عموما يعني هو هذا العمليه التاريخيه الان افضل الان تفضل. المكان والاستقرار، وبالتالي عبر التاريخ يؤكد هذا المكان هذا الاستقرار هو اللي صنع الانسان وصنع اخلاقياته، صنع اجتماعياته، نفسيته. وهذا القديم، هذا التاريخ للنهي كيف، والعراق هذا التاريخ الحضاري والإنساني وما أنجز من إنتاج بشري إلى البشرية تقريبا، ويمر هذا الجيل اللي هو أبناء هذا التاريخ بمرحلة بائسة جدا، مرحلة غير مستقرة، غير آمنة، الخوف، الرعب، حالات العلاقات الإنسانية مفتتة، كل هاي الأمور، كل هاي الأمور. يعني الإنسان البسيط العراقي خاصة شبابنا الجيل بدون ما يعبرون عنها بطرقهم اللغوية والفلسفية اختزلوها كلها بكلمة وطن. هذه الظروف اللي نعيشها هي نتيجة ضياع وطن، نتيجة سرقة وطن، وبالتالي أنا أريد الوطن. الوطن يعني لهم كل شيء، كل شيء يعني لهم، يعني لهم الأمان، الاستقرار، الكرامة، يعني لهم إنسانيتهم، حالتهم، وضعهم الاجتماعي، وبالتالي اختزلوا كل ما يريد يقولوه بهذه الكلمة، بهذه الجملة، نريد وطن. الوطن بالتالي هو موجود، يعني عمليا هو موجود، هذا الحدود واسمه وغيره وعلمه، لكنه المقصود به هو الأكثر، هي الكرامة، هي إنسانيتهم المسحوقة، كرامتهم المهانة، هذا هو اللي يريدوه بهذا المعنى، بهذا الكلمة البسيطة الصغيرة. انطلقت يجوز ببغداد، وانطلقت بالناصرية بدون ما يسمعها من بغداد، وانطلقت بالبصرة بدون ما يسمعها من بغداد والناصرية. هي توالد أفكار، أحاسيس، مشاعر كانت في صدور الشباب، في صدور العراقيين، وانطلقت بهالمعنى هذا. وأعتقد لم تتوقف عن كلمة أريد وطن، لا، كل الأشياء توقفت وربطت بهاي الكلمة. لا دوام بدون وطن، لا فرح بدون وطن، لا حياة بدون وطن، لا بدون وطن. العملية توسعت وزادت وتجاوزت هذا المعنى البسيط، يعني ليس مجرد أرض أو قطعة مكان جغرافي يسكن به، لا، توسعت، وهو هذا اللي في صدورهم ببساطة، بدون ما يفلسفون الكلمة، بدون ما يخلوها في معامل اللغة وغيرها، اختصروها بهالشكل هذا، وهي مستمرة. وأعتقد الشباب مصرين على هذا، وبدأوا يحسون بها، يشعرون بهذا المعنى، بهذا الكلمة. وأعتقد هي اختزال لكل مراحل السياسة اللي شفناها، وحتى المستقبل اللي ننتظرها. نعم، هذه المعاني والقيم اللي تحدثت عن جزء منها المتعلقة بالعراق حاضرا وطبعا أيضا في الماضي، تعتقد أن قوى العملية السياسية لم تدركها، لم تعيها، لم تتوقف عندها، أم أنه كانت هي مكلفة بتحطيم الوطن بأبعاد المادية والوجدانية أو المعنوية؟ يعني من الطبيعي أن تنتفض قوى الظلام واللا وطنية، بين قوسين، يعني حتى كلمة وطنية واللا وطنية يعني أحسها بعيدة عنهم. من الطبيعي أن ينتفضون ضد هذا الشعار، ضد هذا الوطن، ضد من أطلق هذه الكلمة. بالتأكيد الأطراف الأخرى اللي هي عدها يعني اجت او وصلت للعراق باجندات معظمها، لكنهم عراقيون، هم ايضا عراقيون. صحيح انا قلت لا وطنيين، يعني
من البداية احنا حددنا الشباب طلقوا كلمة أريد وطن، واللي سارق الوطن، اللي غيب هذا الوطن وغيب كل معاني وكل ما يريد الإنسان العراقي هم هؤلاء. صحيح يحملون الجنسية العراقية أو يتكلمون لهجتنا ولغتنا، لكنه هاي الصفات اللي حكينا عنها تاريخيا وحتى مستقبليا، هؤلاء بعيدين عن هذا المصاف، بعيدين عن هذه المعاني. هم يعني مشكلتهم انه ما يعرفون شنو معنى الوطن، وعاشوا بطريقة وبأساليب ممكن نتحدث عنها مع البرنامج مع الوقت. نعم. استعملوا أساليب وطريقة شوهوا هذا المعنى، هذه الكلمة حاولوا أن يسحقوها، حاولوا أن يلغوها في عقول وصدور وقلوب العراقيين وأهل العراق. أهل العراق عندهم تاريخ يفتخرون به، عندهم يعني يعني حياة العراقيين مرتبطة بأجيال وأحداث طويلة عريضة عايشين عليها، تعلموا عليها. تجي فترة 16 سنة من أشخاص يدعون أنهم عراقيين يلغون هذا التاريخ، يلغون الإنسانية، يلغون القدرة البشرية العراقية. العراقيين مبدعين في كل المجالات، الآن هم حطموها. فقصدي أن هذه الأطراف، هاي الطومة أسميهم الظلاميين، ناس ظلاميين لا ينتمون إلى ما يعرفون شنو معنى الوطن. يعرفون هم يعني مثلا فضلوا أو رفعوا قيمة المذهب أو الهويات الفرعية على الطومة. مع العلم كل أحزابهم وتياراتهم وائتلافاتهم وكتلهم كلها تحمل مفردة الوطنية، التيار الوطني، الحزب الوطني، الكتلة الوطنية، ولا زالوا يضغطون بهذه العباء هذه، ولا زالوا بهذه طريقة التدليس والكذب. صحيح انتصروا أو نجحوا في وقت محدد معين امتد إلى 16 سنة، رغم أنه إحنا بدينا التظاهرات من وقت، يعني حتى من 2011 اللي هي بدأت التظاهرات فعلية إلى اليوم. رغم هذه الفترة هم بقوا على أساليبهم وطرقهم وعقليتهم هاي الظلامية، عقليتهم اللاوطنية. وبالتأكيد يعني هم لازم يضغطون بهذا الغطاء الوطني والوادي، لكنه كل أساليبهم، كل أفكارهم، قناعاتهم عبارة عن تدليس وكذب. رفعوا من شأن الهويات الفرعية على أساس الهوية الوطنية، وبالتالي نجحوا لهذه الفترة لهذا الوقت. وبالتالي اليوم الجيل الجديد، أنا أحكي عن جيل جديد حقيقة، نعم. يعني حتى ما ممكن أي تهمة سابقة ممكن تلصق به، لأنه جيل الألفين، جيل ما بعد الألفين، ما قبل الألفين بسنة وسنتين، هذا الجيل صعب السيطرة عليه. هذا الجيل عنده وعي جمعي، يعرف شيء واحد، يعرف أنه أكو حياة كاملة بمعنى الوطن مسروقة منهوبة، عرف أنه مهان، مسلوب حقه، عدالة اجتماعية مفقودة، ويعرفوها يعني بالفطرة وبالتجربة. والتكنولوجيا اليوم فتحت آفاق واسعة لكل جيل ممكن يتعلم أفضل من الجيل السابق، خاصة هذا الجيل. وبالتالي هذا الجيل أعاد هاي الهوية الأساسية، يعني هو من يقول وطن هو يريد يقول أنا عراقي فقط، ولا أسمح لأي طرف كان، سواء كان أجنبي إقليمي أو دولي أو حتى عراقي بين قوسين يعمل أو عميل لهاي الأطراف، لا أقبله، ما إلى مكان في هذا الوطن الجديد اللي إحنا ندور عليه. أريد وطن خالي من هذه النماذج، خالي من هذه العقول الصحراوية ما نسميها، خالي من هاي النفوذ أشكرك. والأجندات الخارجية. أشكرك. أستأذن من عندك أيضا ومن الضيفين هنا لنتوقف عند هذا الفاصل القصير، ثم نعود لإكمال النقاش في حلقة طاولة حوار عن مغزى والدلالات الوطنية لشعار نريد وطن الذي رفعه المتظاهرون منذ انطلاقة ثورة تشرين. ابقوا معنا.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة أخرى في هذه الحلقة من طاولة حوار، والتي تبحث في دلالات ومغزى أو المغزى الوطني لشعار نريد وطن الذي رفعه ثوار تشرين منذ انطلاق الثورة في تشرين أول الماضي. في طاولة دكتور رافع الفلاحي والدكتور عبد الحميد العاني وناشف التظاهرات من بغداد الأستاذ عادل علي. دكتور رافع الفلاحي، هناك من يعني يؤكد أن هذا الشعار نريد وطن بهذه المعاني الذي تحدثنا عنها أو عن جزء منها الآن في هذه الحلقة مخيف للسلطة، مرعب للسلطة، تخشى هذا الشعار بكل أبعاد المادية والمعنوية، لما؟ أستاذ ماجد، من الطبيعي جدا يعني في كل بلدان الدنيا أنت تقرأ عن الوطنية الفرنسية، الوطنية الأمريكية، الوطنية البنمية، التايلندية، المصرية، العراقية، في كل مكان، الوطنية التركية، كل مكان هناك وطن وهناك وطنية، وبالمفهوم العام لها والمفهوم حتى التفصيلي أن هناك قطعة أرض موجودة على هذا الكوكب، على كوكب الأرض، وهناك شعب على هذه القطعة، وهذا الشعب يمتلك هذا الوطن. عندما خرجوا أهل العراق في هذه التظاهرات واضح من البداية كانوا يقصدون، والسلطة أيضا التي تقف ضدهم موقف يعني موقف المحارب لهم أو موقف العدو لهم، عرفت أن هؤلاء وعوا أن هذا الوطن مسلوب منهم، هذا الوطن ليس لهم، والآن يريدون أن يستردون هذا الوطن. في كل بلدان الدنيا الشعب يعين جهة إدارية تسمى الحكومة تدير ملفاته في التعليم، في الصحة، في السياسة، في كل شيء، وهي معينة من الشعب. والشعب عندما لا يستطيع أن هذه الجهة الإدارية عندما لا تستطيع أن تلبي هذه السياسة أو المنهج تقيلها وتأتي بغيرها لكي تدير هذا، لأنه أنت شعب كبير وعندك احتياجات كثيرة، فيجب أن تحتاج إلى كوادر إدارية وكوادر تسمى الحكومات المركزية أو الحكومات المحلية تدير هذه الثروات، تدير هذه الكتل البشرية، تعرف أين توجهها بهذا الشكل، وهي كلها تشتغل عند الشعب. في العراق القضية غير شكل، الشعب عرف من البداية وهكذا وعي تطور، وصل إلى قناعة أن هذه الطغمة اللي تدعي أنها مكلفة من الشعب لإدارة هذا البلد ليست مكلفة من الشعب، هي زورت وانتخابات مزورة وانتخابات في ظل الاحتلال، عموما وصولا إلى آخر انتخابات 2018، الانتخابات هذه 82% من العراقيين ما شاركوا بها، من يحق لهم التصويت، و 18% فقط الذين شاركوا، ومع ذلك هؤلاء الذين شاركوا هم من أحزاب وميليشيات وقوى العملية السياسية، ومع ذلك جرى تزوير، يعني اضطروا أن يقولوا هذا أكبر تزوير في العالم جرى في هذه الانتخابات، وبالتالي لا شرعية لهذه الإدارة، لهذه الحكومة، لهذه العملية السياسية كلها برؤاها السياسية. فإذا هي هذه سرقت كل خيرات وثروات وتوجهات وسياسات وحاضر ومستقبل وحتى ماضي البلد، سرقتها لصالحها ومنعت الشعب عنه. نعم هي لديها دستور، هذا الدستور الكسيح، من البداية هي في الدستور قالت انه هذا يعني كل دساتير الدنيا تبنى على اساس المواطنه، هي بنت على اساس مكونات، ودعنا من هذه. لكن عندما ياتون الى التفاصيل يدخلون في البدايه يجدون هناك عباره تقول انه النفط، والعراق بلد نفطي، يعني بلد يعتمد على اقتصاد ريعي، هناك نفط 90% تشكل من ثرواته، وهي تاتي هذه ويصرفوها على نفسهم، هذه الحقيقه. فيقرأ المواطن يجد أنه هناك عبارة تقول أنه النفط ثروة للشعب، هي ملك للشعب، لكن حقيقة الحال أنها ملك لهؤلاء الذين يحكمون، والشعب محروم من عدها. فبالتالي الشعب يريد أن يسترد ثرواته الاقتصادية، يريد أن يسترد تاريخه وحاضره ومستقبله، يريد أن يسترد كل هذا الموضوع، يريد أن يسترد كل هذا الذي يسمى وطن، واللي سرقوه هؤلاء لأنه حياته مسروقة، وطنه مسروق من عنده، خرج ليسرق ليستعيد هذا. السلطة المقابلة شعرت بالخوف جدا وتشعر بالخوف، لذلك من البداية اتخذت موقف العداء، هذا عدو ويجب أن نحاربه، لذلك من أول يوم
بالرصاص والقتل والقنابل المسيلة للدموع والاعتقالات وما زالت ماضية في هذا الطريق، لأنها تجد الآن الشعب عدو لها، يريد أن يسترد ثروته، وهي من سيطرت على ثروته، سيطرت على حاضرة ومستقبل، مو بس فقط ثرواته لكن حتى إرادته، حتى تطلعه، حتى تفاصيل حياته الصغيرة سرقت يعني حتى أحلامه سرقتها. فبالتالي يريد أن يسترد هذا، وهي تعرف أنها ظالمة ومستبدة وسرقت كل هذا، وهي سارقة وعممت الفساد وعممت الخراب وعممت الطائفية، وبالتالي يخرج هذا الشعب. الحكومة تنظر إلى الشعب على أنه العدو؟ نعم، كيف لا تنظر إلى الشعب عدو وهي تواجهه؟ هي تقول في دستورها أنه حق المواطن مكفول في التعبير عن رأيه وعن حريته، والمواطن يعني جاراهم رغم عدم قناعته بهذا الدستور وبكل هذه القوانين التي تحدث به، بهذه الطبقة السياسية التي تتحدث عن الدستور أساساً، هي طبقة فاسدة وغير مقتنع بها، لكن هي تتحدث بالدستور. فخرج المواطن، ويقولون إحنا بلد ديمقراطي، خرج المواطن لكي يتمتع بهذه الديمقراطية التي تحدثون عنها، لكي يرى هذه الحرية، لكي يرى أن السلطة ترعى رأيه وتستمع إلى رأيه، وبذا بها تواجهه بالرصاص وقوات مكافحة الشغب وقوات مكافحة الشعب الحقيقي، نعم، والقتل والذبح والاتهامات وأولاد السفارات وما أعرف منه هذا الكلام، نعم. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن السلطة عدو للشعب، وضعت نفسها موضع العدو وتمترست وراء متاريس ومنعت الشعب من أن حتى يعبر الجسر. ولذلك كانت هذه التظاهرات الحقيقة المفاصلة، نقطة الفصل، نعم، مرحلة يعني فاصلة بين قوى السلطة والشعب. حتى ننتقل دكتور عبد الحميد، نعم، دعني فقط أقول شيء، ربما واحد من القضايا المهمة. أنا تحدثت عن النفط، في كل دول الدنيا مساهمة المواطن في خلق الموازنة العامة لأي دولة موازنة كبيرة، يعني مساهمة كبيرة له، يعني يدفع ضرائب، عنده اقتصاد خاص، عنده مصانع، عنده معامل، يساهم مساهمة كبيرة، لذلك هو جزء من سياسة البلد. هو هؤلاء يتفضلون، هذه الحكومات تعتقد، لأنه النفط فقط، تبيع النفط وتأتي بالأموال، تعتقد أنها تتفضل على الشعب، والشعب ثروة، يعني النفط ثروة للشعب وهو ملك للشعب، لكنها تعتقد أنها تتفضل عليه، فلذلك لا يهمها الشعب. كم يشكل الشعب إذا كانت 95% من النفط؟ كم يشكل مساهمة الشعب كإنتاج في الناتج المحلي؟ في الناتج المحلي، نعم، لا يساوي أكثر من 5%، نعم، فممكن الاستغناء عنه. ولذلك تنظر إلى الشعب هذه النظرة الدونية، هذه النظرة الاستعلائية، هذا مع أن الشعب يمتلك كل الثروات، يمتلك النفط، ويمتلك من تدعي أنها تديره لصالحه. هذه الحقيقة الآن، وهذا وضع العراق، وهذا الشعب وعى هذه القضية، والآن يريد أن يستردها لكي يبني وطنا بثروات ويساهم بها، وهذه، نعم، الثروات تخدمه لصناعات، لزراعة، لإنتاج معين، لكي يساهم الشعب أيضا في هذه الموازنة وهذه الثروات. نعم. دكتور عبد الحميد العاني، يعني هناك من ينظر أو يعتبر شعار نريد وطن الذي رفعه المتظاهرون، طبعا مع شعارات أخرى أيضا رفعت خلال هذه التظاهرات اللي تقترب الآن من 4 أشهر، هو الحقيقة شهادة الوفاة الحقيقية للنهج الطائفي، للشحن الطائفي، للنزعة الطائفية. ضيفنا من بغداد تحدث، هؤلاء أعلوا الهويات الفرعية، تظاهرات تشرين وشعارها نريد وطن، قبر هذه الهويات الفرعية وأعلت الهوية الوطنية الجامعة. فعلا الأمر هكذا؟ بالتأكيد، ولذا رأينا أن هؤلاء المتظاهرون منذ الأيام الأولى قد ركزوا على هذه القضية، لأنه وعوا، هي قضية نتيجة وعي، وعوا أن قضية طائفية والهوية الطائفية والشعار الطائفي، التخندق الطائفي، كان هي أكبر وسيلة استخدمها هؤلاء السياسيون الفاسدون للتستر ورائها وتمرير كل هذه السياسات وهذه المسرحيات مما يسمى بالانتخابات، مفصل بعد مفصل آخر. كانت وسيلة كبيرة التخندق الطائفي والشحن الطائفي والمسائل أو المآسي والحروب المفتعلة والأزمات المفتعلة ولا سيما الطائفية، كانت أفضل وسيلة استخدمها هؤلاء ومن ورائهم أسيادهم من أمريكا وإيران لإلهاء الشعب العراقي عن الهدف الأسمى والهدف الكبير وحرفه أو
صرف نظره عن هذه المعاني التي أشار لها الدكتور قبل قليل اللي هي فلسفة الحكم، بدل أن يكون هؤلاء السياسيون هم إدارة للحكم أصبحوا مالكون، ملاك لهذا البلد، لهذا الدولة، بل ينظرون إلى الشعب العراقي ليس فقط كما أشار الدكتور ربما أكثر، ليس فقط أنه يمنون عليه، بل ربما يرون أن هؤلاء الشعب مستهلك لقسم كبير من الثروة اللي هي عبر الرواتب. لذا هذه القضية، قضية التراكم الوعي لدى أبناء الشعب العراقي حينما وعى هذه المفاصلة، وعى أن هؤلاء الساسة كيف يتعاملون مع الشعب العراقي باستهتار، باستخفاف بكل حقوقه، بكل آرائه، واستهتار وصل إلى درجة أنه لم يعد يتستر من هذه السرقات، لم يعد يتستر أو يخجل من عمالته للخارج، لم يعد يخجل من أنه يقول أن جارة السوء إيران أو أمريكا هي المتحكمة بالسياسة العراقية ويجب أخذ الضوء الأخضر أو الموافق. هذه كلها، هذا الاستقفاف وهذا الأمر جعل هنالك مفاصلة كبيرة بين أبناء الشعب العراقي ولا سيما من الشباب الذي مر في السنوات الماضية، يعني الأزمات التي حدثت على العراق كانت هي ربما أيضا مطبخ لصناعة هؤلاء الشباب الذين خرجوا اليوم نراهم يقابلون هذا العنف الكبير من هذه الأجهزة المتسلطة بصدور عارية وبسلمية لا يزالون يحافظون عليها. نعم. أستاذ عادل، في بغداد عندي نقطتين وياك قبل أن تغادرنا، يعني مشكورا. النقطة الأولى، هناك دعوات صدرت عن مقتدى الصدر وبقية زعماء الميليشيات من مدينة قم في إيران لتظاهرة مليونية ضد ما يسمى الوجود العسكري أو الأجنبي أو الأمريكي في العراق. هل يعتقد المتظاهرون والناشطون، وأنت من الناشطين، أن هذه الدعوة، هذه التظاهرات أو التظاهرة أيضا تأتي في سياق خدمة القضية العراقية؟ هل هي ضمن شعار نريد وطن فعلا؟ لا طبعا، هي بعيدة عن هذا الشعار، بعيدة جدا. وأيضا هذه الدعوة للدفاع عن سيادة وطن أو تحت شعار سيادة الوطن، اللي أساء لسيادة الوطن واللي انتهك سيادة الوطن واللي ضيع الوطن واللي سرق الوطن، هي هذه الأحزاب ذاتها. يعني هم ما راح يجيبون شيء جديد يعني هم بالعكس تماما يثبتون مرة أخرى أنه الوطن ما له سيادة. هذا الشعار تحديدا من يحددوه طرف معين، مع العلم الجميع يعرف انه العراق مستباح من عدة اطراف، وبالتالي انا من احد الطرف وازكي الاطراف الاخرى، معناتها او دليل قاطع على انه هاي الاطراف هي تابعة لهذا الطرف الاخر المستبيح لنا، يعني اللي دا يتجاوز على حدودنا وارضنا ويتجاوز على أملاكنا ويتجاوز على كل شيء بالعراق. فأنا بتقديري كمتظاهرين نعي هذه الحالة ونعرف شنو تفاصيلها ونعرف الغرض من وراها، وبالتالي موقفنا، هم طبعا رادوا يحرجوننا حقيقة، هي هاي أساليب سياسية حيل وحنكة بها وذكاء، أنه يخلوننا في زاوية أنه أنتم مثل ما يدعون أنه تفضلوا. احنا قلنا لكم المتظاهرين مدعومين من السفارات وامريكا والى اخره، وهذا دليل على انه هم ما تفاعلوا ويانا وما تشاركوا ويانا ضد الامريكان. هذه محاولات بالنسبه لنا ثانويه غير مهمه، وتحديدا لا تعنينا. احنا اللي اساء للوطن واللي اهان الوطن واللي خلى كل هاي الدول تتدخل ببساطه وتضرب وتحرق وتتجاوز على الوطن، هم أمامنا ونعرفهم، وإحنا طالعين نريد الوطن منهم. وإذا عدنا الوطن منهم، صدقني لا أمريكا ولا أي دولة أخرى ممكن تتجاوز على هذه السيادة. فسيادة الوطن مرتبطة بهذه الأطراف اللي أباعوا الوطن، اللي سرقوا الوطن وأباعوه لأطراف أخرى. الشعار أريد وطن هو بالضد، أولاً بالضد الأطراف الداخلية اللي سرقت وباعت الوطن. وبالتالي احنا من يكون موقفنا هنا، النتيجة النهائية انه احنا ضد كل الأطراف اللي تدعم هؤلاء السرق السراق، هؤلاء
المدلسين الكذابين، وبالتالي القضية واضحة. احنا بالنسبة لنا هذا الوعي الجمعي الشبابي، وعي جميل يعني بسيط سهل، لكنه بعمق بفلسفة بتاريخ بكل شيء. هذا الجيل الجديد أي ببساطة يحكي لك عن أشياء تفرح بيها، يعني خاصة من تنطرح مستقبل العراق. نعم. شريد احنا بالضبط شريد هذا من تسمع الشباب للأسف، يعني ماكو إعلام يعني مركز على هذا الجانب. من تسمع أحاديثهم البسيطة خاصة بالقعدات العادية الليلية. نعم. الليلية السمر الليلي اللي تحت هذا البرد وغيره، أحاديث بها حلم بها وطن بها مو محاولة، ما أريد أقول محاولة، بها إصرار على إعادة هذا الوطن المسلوخ. وبالتالي هاي الأطراف للأسف هذه هي هو هذا طريقتهم بالعمل، طريقتهم. نعم. بالسياسة يحاولون يحرجوننا، وأعتقد إحنا واعين للقضية ونفهمها، والناس. نعم. أيضا البسطاء اللي داعمين للمعتصمين والمتظاهرين أيضا يفهمون هذه اللعبة. طيب النقطة الأخرى، لأن الوقت أيضا داركنا، هناك مهلة قدمت من المتظاهرين للحكومة والبرلمان للإصغاء يوم حتى يوم 20 من كانون ثاني للإصغاء لمطالب الثورة برحيل العملية السياسية وأحزابها وفسادها. ما المتوقع أن تكون ردة فعل الثوار إذا ما الحكومة أصرت على عنادها أو تعنتها السياسي؟ والسؤال أيضا آخر، هل يتوقع أن هذه الطبقة السياسية قد تصغي لمطالب هذه الثورة المستمرة منذ نحو 4 أشهر؟ يعني جوابا على السؤال الثاني، ما أعتقد راح تصغي، ولا أعتقد إلها عقلية تفكر بعقلانية وتحسم الأمر. هذا مستقبلهم كله، يعني حياتهم كلها مرتبطة بهذا، وبالتالي ما راح يتجاوبون. أما قضية التصعيد، هي مبادرة طلقتها الناصرية. نعم. قبل أسبوع وانطت هذه الفترة وتنتهي يوم 20. مطالب هي ذاتها ضد التسويف، لأنه عملية التسويف أعتقد شبيهة بالقتل المتظاهر تماما، قتله يعني من عدم سماع صوته هو قتل، عدم التجاوب هو قتل، وبالتالي لا فرق بين قتلهم بالرصاص وسكوتهم وتجاهلهم المطالب. هذه هي مرحلة أو حالة واحدة بالنسبة لنا، هذه هي عقليتهم. الاثنين راح يكون آخر يوم، واعتقد هو الأحد بالليل راح تبدي التصعيد. تفاعلت ويا جميع المحافظات وتحديدا كربلاء والنجف أعلنوها رسمي. نعم. والمحافظات الأخرى البصرة، بغداد أيضا دزت الرسائل ووصلت وصارت محادثات ويعني اتصالات بين التنسيقيات. أشكرك. كل المحافظات، واتفقنا على يوم الاثنين، والاثنين. نعم. ما حد يعرف كيف راح تكون النتيجة. نعم. بس جملة واحدة، هذه الطغمة الفاسدة عليها أن تعي، الانفجار قادم، الشباب ما يتحملون أكثر، وإحنا ما نتمنى هذا الانفجار. أشكرك. الناشط في التظاهرات من بغداد الأستاذ عادل علي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة. دكتور عبد الحميد العاني، ما هو الوطن الذي يراد استعادته في مخيلة، في وجدان، في عقول، في قلوب المتظاهرين والشعب؟ الوطن الذي سلب منهم طيلة السنوات الماضية بهذه العملية التي سرقت، ليست فقط أيضا شوهت الماضي ولا سرقت الحاضر، وإنما حتى المستقبل رهنته. هؤلاء الشباب اليوم، لا نتحدث فقط عن الجوانب المادية التي هي الاقتصادية من عمل ومن انخدام خدمات ومن تدهور تأمين. حتى دكتور لم يقتصر على الجوانب المادية والقيام، على أرواح. بالضبط، الانتهاك حقوق الإنسان، ولا سيما أن الناس لم تعد آمنة على حياتها. هنالك انتهاكات حقوق الإنسان، نحن ذكرنا ربما في حلقات سابقة أن انتهاكات حقوق الإنسان في العراق قد فاقت كثير من البلاد كما ونوعا. فالآن العراق يحتاج إلى استعادة كرامته، استعادة حاضره وماضيه بل ومستقبله. هذا العراقي اليوم لديه شيء كبير، ولكنه لا يعطى
منه إلا النزر القليل جدا، وربما لا يعطى منه أي شيء. يريد الشعب العراقي اليوم أن يتمتع بهذه الثروات، بل أن يعيش حرا كريما، نعم، وأن يطمئن على حياته وحياة أبنائه وأسرته وعرضه وجميع ما يتعلق بكرامته، ولا سيما كرامة البلد ككل من سيادة انتهكت ولعب بها الأجنبي بسوء لم يعهده العراقيون ولا يمكن أن يسكتوا عليه. دكتور رافع، هل تعتقد أنه ثورة تشرين وشبابها والمتظاهرين جميعا قد أنجزوا شيئا من شعار نريد وطن بعد 4 شهور تقريبا على انطلاقة الثورة، وثمن باهظ من الدماء والأرواح، 1000 شهيد، أكثر من 22,000 من الجرحى مخطوفين، مغيبين، مطاردين، أنجزت شيء بعد هذا الثمن الكبير؟ طبعا هذا الثمن الكبير هو جزء من فاتورة الحرية، وهذه كل الثورات تدفعها، يعني لا ثورة لشعب من دون تضحيات، وهذه فاتورة التضحيات طبيعية، والثوار يعيدون بأكثر وأكثر منها. حققوا الكثير الكثير، يعني أكثر مما كنا نتوقع، وأكثر مما ربما حتى المراقبين في الخارج يتوقعون. هذه الثورة عبرت كثير من حقول الألغام، الآن وصلت إلى الثبات والاستقرار والتعمق والتوسع، وهذا صارت رقما صعبا في العراق، وهذا الرقم الصعب لا يمكن إزالته. لذلك نقول أن هذه الثورة حققت شيء كبير جدا، لأن لأول مرة تهز هذه الطغمة السياسية، تهز هذا النظام السياسي، يعني أولا أسقطت كل هذه الأقنعة، هذا الشعار نريد وطن، أسقط كل هذه الأقنعة التي كانت يحاولون أن يزيفوا بها وجوههم، سياساتهم، أفعالهم، كلها أسقطتها دفعة واحدة. إذا كانت هذه الأقنعة سياسية أو دينية أو اجتماعية أو مهما كانت، كلها سقطت مرة واحدة. والأهم دكتور، ذكر ضيفنا من بغداد أنها أزاحت الهويات الفرعية التي دفع بها وأعلت الهوية الوطنية. هذه من أول يوم، نعم، عندما خرجت براية واحدة، نعم، بنفس واحد، لا طائفية، عابرة للطائفية، هي حققت هذه المعادلة التي كنا نراها صعبة، البعض يراها صعبة، وكنا نراها سهلة، والشعب العراقي بالذورة موجودة فيه، وكنا نؤكد عليها حتى في الرافدين من تأسيسها. اليوم نؤكد أنه هذه بالذورة موجودة في الشعب العراقي، وستخرج بصورة جميلة، وخرجت بهذه الصورة الجميلة الحقيقة. فبالتالي هذه جزء من منجزات هذه الثورة اللي رفعت شعار نريد وطن، وهي ستسترد هذا الوطن 100%. شكرا للدكتور رافع الفلاحي الكاتب والباحث السياسي، شكرا للدكتور عبد الحميد العاني الناطق الرسمي باسم هيئة علماء المسلمين هنا في الاستوديو، وشكرا لضيفنا الناشط في التظاهرات من بغداد عبر الهاتف كان معنا الأستاذ عادل علي، وشكرا لكم مشاهدين الكرام، وحتى نلتقي في الأسبوع القادم في أمان الله.